بالجديد مساء الخير عليكم جميعا، أهلا وسهلا في كل من يتابعنا في استراحة الظهيرة. وصلنا لفقرة خطار، اليوم ضيفنا بخطار عبر سكايب من البصرة الفنان التشكيلي والنحات نوار عدنان. رح نتحدث عن مسيرته الفنية، رح نتحدث عن مهارات عديدة اكتسبها خلال الفترة الماضية وأبرز الأعمال اللي قام فيها. مساء الخير أستاذ نوار، وأهلا وسهلا فيك في استراحة الظهيرة. مساء الخير. مساء الخير عزيزي، أهلا وسهلا بكم، شرفت. اهلا وسهلا فيك استاذ نوار. يعني بدايه حابين نتعرف هيك على اعمالك الفنيه وابرز الفنون التشكيليه اللي خضتها، وبالاضافه كمان يعني متى بالذات كانت الانطلاقه في هذا الفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحقيقه بديت الفن منذ يعني بالبدايه، يمكن صغير، يعني التحقت بمعهد فنون الجميله يعني بالسقوط تقريبا، وبعدها خلصت معهد الفنون الجميله، كملت كليه فنون جميله. نعم. اكتسبت خبراتي، طبعا انا بالاصل موهوب، وبعدين يعني نميت هاي الموهبه وخليتها واسقلتها. اتجهت بالبدايه للرسم، بعدين اختصت بالنحت بس يعني. نعم، أهم الأعمال اللي قمت فيها أستاذ نوار، يعني إيش الفنون اللي بالذات ركزت عليها، وبالإضافة الرسمات أو خلينا نحكي المهارات الفنية اللي كنت تحاول تبرزها خلال السنوات الماضية، خصوصا أنت يعني دارس لهذا المجال عن علم يعني. البداية اختصينا بأعمال يعني قريبة من الشوارع كمنحوتات في الساحات. نعم. يعني خلال في الفلكات الموجوده والتقاطعات في البصره، بعدين اختصيت في مجال المصغرات من زمن يعني التسعينات والثمانينات، السيارات المفقوده. زين، حاولت اني اجمع بعض النماذج المفقوده بالشارع حاليا واشتغل عليها، والحمد لله لاقت يعني رواج بالشارع واستقبال من الناس يعني والشباب خصوصا يعني الكبار بالعمر لكونهم عاشوا هاي المرحله. فسويت يعني موهبتي على هذا المنوال يعني، وانا اشتغل نحت كمنحوتات يعني. جميل جدا. يعني حابة استفسر منك صراحة، يعني انت قلت لي انه انت شخص موهوب منذ الطفولة بهذه الفنون المختلفة والمتعددة اللي انت عم تقوم فيها، بالاضافة كمان انت دخلت في كلية الفنون الجميلة واخذت هذا الشيء بتطبيق علمي وعملي واضح. حابة اعرف منك يعني بالاضافة للموهبة والعلم، ماذا يحتاج الفنان التشكيلي حتى يكون بمراحل متقدمة او بابداع عالي وكبير جدا؟ بالنسبة لنا في وضعنا الحالي يعني في العراق، يحتاج الفنان إلى رعاية حكومية، يحتاج إلى مؤسسات تحتضن هاي الفن، تحتضن هاي الفنانين. زين، هاي وحدة. زين، يحتاج لنا مواقع، يحتاج لنا مواد. احنا هذا الحكي كله ما موجود حقيقة، احنا كله إبداع، كله شخصي، كله صرف مادي من عندنا احنا يعني نبدع. وأبسط الأمور اللي ناخذها، بعض الأعمال اشتغلها يعني من مخلفات اعمال سابقه يعني مثلا اعمال زادت من واحد يشتغل ديكور او كذا، فانا احاول استغلها واستثمرها في هذا المجال، والحمد لله والشكر يعني قدرت احقق شيء والحمد لله. الحمد لله. طيب يعني خلينا نحكي النحت او فن النحت، هو فن غير مش سهل ابدا وبتطلب مهارات عاليه جدا. ابرز الفنون او ابرز شيء قمت بنحته وهو يعني تعتبره شيء مميز وثمين على قلبك استاذ نوار؟ والله عندي اعمال حقيقه في معهد الفنون الجميله يعني من كنت شاب اشتغلتها. نعم. حاليا من اروح المعهد الفنون الجميله واشوفها بعدها يعني احسها بنفسي قريبه من عندي. هاي اول اعمال حبيتها لكونها يعني ظهرت للناس وشافوها، هاي الاعمال القريبه من عندي. وهسه عندي اعمال يعني الحمد لله شيء على شيء جاي، يعني ابسط مثال هسه كهاي السفينه او المركب. هذا شغلك انت استاذ عنان؟ هذا شغلي طبعا، من مواد مخلفات مال بلاستيك. زين، ويعني كملته. جميل جدا. جميل جدا، لله والشكر. يعني صراحة حرفية وإتقان عالي جدا ما شاء الله. يعني أسماء كبيرة برزت في العراق ككل بمجال النحت، مين الأسماء اللي فعلا بتحس إنها إنه أنت بتحب تحذو حذوها خلينا نحكي، أو تكون يعني أعمالك مشابهة لإلها أو تكون قدوة ومثل أعلى لإلك؟ بالنسبة لي القريب على شخصيتي طبعا الفنان العراقي جواد سلمي. الحقيقة عنده أعمال خالدة، من ضمنهم عمل ساحة التحرير اللي كل ما زاد عليه الزمان وتقدم عليه الوقت
يعطي ابداع ويعطي امل للناس. فانا احب الحقيقه الفنان جوا سليم واعتبره قدوتي. جميل جدا. يعني بالفترة الحالية خلينا نحكي جائحة كورونا وأيضا خلال ظروف الحظر، كثير شفنا مواهب شبابية صراحة أبدعت واستغلت هذه الظروف، الحجر الصحي والجلوس في المنزل بأعمال إبداعية. أنت خبرنا عن هذه الفترة، كيف كانت عندك أستاذ عدنان؟ والله الحقيقة هذه الفترة اللي مرت بينا من أجمل الفترات يعني اللي مرينا بها حقيقة، بها جانب سلبي اللي هو جانب الوباء والشارع، وبه جانب إيجابي من خلال يعني يمتى ما أجي للبيت، أنا أدخل للبيت تلقيني بالمشغل أشتغل، عندي وقت كافي، دوام ماكو، الناس ما تلتقي، العائلة قاعد يمها، فترتاح النفسية أولا من الجو العائلي، وثانيا أبدع بشغلي أزيد وأزيد. يعني لاحظ هاي الأعمال اللي صارت بهالفترة من أجمل الأعمال اللي طلعت أنا للحقيقة. يعني حلو استغلال الفترة. شيء حلو صراحة، استغلال واكتساب يعني للوقت، خصوصا في ناس كتير يعني حتى ما عندها مواهب أبدعت خلال هذه الفترة. كيف الناس الموهوبة مثل حضرتك أكيد راح يكون في لها نصيب أكبر من الإبداع. حابة أعرف منك، يعني ذكرنا في بداية اللقاء بأنه ممكن الشيء اللي بينقص الفنان العراقي اللي سلك طريق علمي بكلية فنون وأيضا كمان أنه عنده موهبة هو الدعم الحكومي، لكن خلينا نحكي عن الدعم الخاص. إذا بدنا نحكي هلأ عن الدعم اللي حصلت عليه من أشخاص مقربين لإلك، هل في هناك كان حد فعلا داعم لنوار لحتى يستطيع أنه يبدع ويكمل في هذه المسيرة؟ نعم، عندي أنا أخي فنان تشكيلي، سابقا كان رئيس قسم الفنون التشكيلية. حقيقة هو اللي جابني للطريق يعني وخلاني أبدع بهاي الأمور، ودائما كان يعني داعم رئيسي لي العمل اذا كان بخلل او بشيء، ما يقول لي بخلل، بالعكس يقول لي عدله ويرشدني، وهذا الشيء زادني يعني جماليه للاعمال وزادني هواي امور حقيقه. فانا افتخر به يعني اخوي، ولحد الان هو قدوتي يعني بهاي الناحيه. ما شاء الله. وهذا العمل اذا تقدرين تشوفين هسه، هذا عمل باص جميل، صناعه عراق 100% من مخلفات بلاستيك، تصنيع حتى الاطارات الداخل الكراسي السكان، يعني هاي بساط الريم صح استاذ نوار؟ يدوي بدون آلات. هذه بساط الريم كانوا يحكوا عليها زمان. جميل. نعم صراحة أنا إذا في يعني في مجال تورجينا أكثر أعمال أنا حابة كثير صراحة نشوف، لأنه ما شاء الله إبداع وحرفية جدا عالي يعني، وفي جزء من ذكريات قديمة كمان عم نشوف إحنا. هذا شو اللي عم نشوف؟ يا ريت ترفع لنا إياه على الكاميرا شوي. أها هذا الباص، السيارة الخشبية اللي هي سيارة تتبع أمريكية موديلات الستينات. تمام. هاي السيارة يجيبوها كانوا لبخصيب بالبصرة، يقصون قمارتها والبودي وسووها خشب. طبعا هاي السيارة قريبة للمواطن العراقي والبصر خاصة، لأن هي كانت تتواجد بشكل كبير بالبصرة والنجف، وكان إنتاجها يتم في أبو الخصيب. سيارة نوع احنا نصيح باللغه العاميه دق النجف يسموها، بدون آلات يعني دق النجف يسموها تحت مباشر. احسنتي دق النجف. انا عم بيساعدني المخرج محمد جلال. بس عن جد ذكريات قديش حلوة بتخيل عند الناس اللي عم بتتابع، وبتخيل في ناس بتحب تقتني هذه الأشياء في منزلها. احكي لي، في حدا بيطلب منك إنه مثلا تصمم له شيء معين قديم ويحطه في منزله هيك من باب الذكرى أو يسترجع فيه ذكريات قديمة؟ والله الحقيقة عندي كثير من الناس ما حد شاف الأعمال أو اطلع عليها. نعم. وما الحقيقة يعني حب يقتنيها ويخليها بداخل مثلا عياده او داخل مكتب او داخل منزل. خصوصا اكو ناس يعني تجيني اشتغل لها، يجيب لي سياره قديمه هي كانت مالته بصورها انا اشتغلها له هيك يعني. جميل جدا. فمن اشتغلها اشوف الروعه، رجل كبير ويشوف هاي السياره يعيد بها ذكرياته، انا ارتاح يعني. حلو صراحه. وغير هيك كمان يعني بتخيل هذا الشغل بده وقت وجهد كثير. نعم. يعطيك ألف عافية صراحة، إبداع شيء متقن يعني. أستاذ نوار، إذا بدنا نحكي عن المواهب الشبابية الموجودة بالوقت الحالي، يعني عم نشوف طاقات إبداعية عالية ممكن منتشرة على السوشيال ميديا، لكن ما عم تلاقي دعم حكومي مثل ما ذكرنا أو تنمية لهذه المواهب لحتى تبرز بشكل أكبر على الساحة. هل بتشوف في عن جد مواهب موجودة في البصرة تحديدا بالفنون التشكيلية وبحاجة لدعم حقيقي بشكل أكبر؟
الحقيقة احنا بالنسبة لنا الفنانين ماشيين على نطاق واحد اللي هو نحت شكل مجسم انساني او حيواني. الطراز اصبح قديم، اليوم الفن تطور، اليوم الفن يتطلب مو بس فنان نحت، فنان تصميم يتطلب. انتم تعرفون يعني ابرز النحاتين هسه بالعالم ما ظل ينحت اشياء تقليديه، ظل ينحت طبعا شغلات كلها مثل النحت الضوئي او النحت بالنفايات او النحت يعني بهواي امور. فاحنا بالنسبه واقعنا اكو فنانين الحقيقه، واكو يعني قدرات يعني الحكومه اذا تريد تستثمرها الحقيقه تقدر تستثمرها، بس مثل ما قلت لك ارجع واقول لك الدعم الحكومي صفر من هذه الناحيه، من ناحيه الفنان العراقي وخصوصا الفنان البصري. يعني عندنا نحاتين والله اصدقاء واقارب يعني شغلهم حلو، بس الحقيقه فرصه ما جاي يحصلون يعني، او واحد يجيبهم للسلم بدايته حتى يمشون بهذا الطريق، فهاي المشكله اللي جاي تصير الحقيقه. نعم، يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق، سعدنا جدا بوجودك معنا اليوم الاستاذ نوار عدنان، وايضا بهذه اللمسات الابداعيه والفنيه اللي شاهدناها، ان شاء الله هيك بنشوفك في الايام المقبله يعني باعلى المحطات وابرزها. انا حابه اسمع منك يعني اخر شيء، هل بتحضر لمعارض تشكيليه لشيء معين مثلا بالفتره القادمه؟ والله ان شاء الله ان شاء الله احضر المعارض، وجاي اشتغل على هذا الشيء وادي اعمال، بس يصير عندي كم من الاعمال حقيقه جاي اسوي اعمال وجاي تروح تطلب من عندي او كذا، فاسوي لي كم من الاعمال ان شاء الله وافتتح معرض بهذا الشان، وان شاء الله اخلي الشباب اللي عندهم موهبه بهذا الاتجاه يجون يقربوا من عندي، افيدهم واستفاد من عندهم ونرتقي بهذا الشيء ان شاء الله. جميل جدا، فكره رائعه جدا، نتمنى لك فيها كل التوفيق، وايضا يعني صراحه يعني موهبتك مميزه جدا وملفته، لازم تكون ظاهره بمعارض حتى الجميع يشاهد هذه الموهبه الجميله. كل الشكر لك استاذ نوار عدنان، نورتنا لليوم وسعدنا جدا بوجودك معنا. شكرا لك، اقدم تحياتي لك وكل الكادر. اهلا وسهلا فيك، كل الشكر.